وأنا السلام يا مركو هري قورتي أهان مرلباتك يرمضا نو يردين وأرين دستور يودي حق أدولي دهينو إن أنا نودين ما أدنو مهدنا قوما باحنا ويدو أحواتي بوي إن تعدادو يردان أي دين إذن تمادو وأنا في الأمر كله هذا هل كان أنا أنا نبادو كه هذا هن دم وربحين ركوا من الشيء أنا واحد مش هي دم حلا أساسي مدحون وسمي كودي بشي صدق دي بشي كوبات لما كون يستوي طبقي ما ديت كده ويا أوديه دونه وأوديه وساري دي بدوشنت وهو ساردي دي بدشين تو أول مدحوين وما قعي وبدلي وهي أذكر دقي الشقادة نقبنا أنا والشقادة أي وزاردو قبل شرتي أفر نعمر كل شقينا بدو واقع حنتيجة ووضت كأن ودن كريس سومالان دا سومالان أودالان يكوي ماذا سيأو هلان مجنجليو وقارن من الجليدون لذا هو قاركون قحط نويس بدلان تذكر سو إنت عنو لاي مكانو أجن هاي نو ديوان كشان تريد أو أي تاي أفرج طبعا كون ويسوق شيء لشين سيد كالدوان عرب ما يبانها نقطة سوريا ها نقطة عراقيين ها نقطة كوا كلها نقطة سيد أو كلا بدن يهين يقار ينا ودم هذا شاركة سيكلا دان ويدا هذا تتك قحون تنمس مالا وقوصتي ودك تشوغا والحكم انت كلوا ما قال يدون قحون تنمو ولا ما قوصن تام عنه ما انت سمو ودك تشوغتي بقولال كن صدن افرتم كن وسوغليتي ودك تشوغا لكن كواسي ما هكوا أنا جن هوسي مادي وسارد ده رمي جدا يو عيدا كصعدالك أما الشرع هكوا صوغ لنا مشرع ده هكوا صوغ لنا مسؤولية ده يجع عليه وحنا وضد الشروع يفسي هكوا صوغ لي وحنا وضد كنسك أقول كل يد إسك سوق لي يا إن نروح على لح شرع هكوا صوغ لنا أنا يشري قحطنا ما هكواسي بقين قلي دون ما ها وستد وضد كشرع ده هكوا صوغه qofka marka magangeliya la siiyo sharci buu ku jiraa wadanka magangeliyaduna laba u qaybsantaa waa magangeliyo siyaasi ah iyo magangeliyo qofku doonayo meel ku noolaado magangeliyada siyaasiga madaxweynaha oo kaliya ogolaado bixiya madaxweynuhu kaliya waa dastuuriyan waa wada madaxweynuhu gaarka uu leeyahay oo dadka gaarka ah madaxweyne yaalo kale wadankeena soo gala doonayay in magaliyo arsiino saraakiil sarsaro la garanayo dadka noocaas ah wasiirro wadan kale ka soo baxsaday dadka noocaas madaxweynuhu kaliya ogolaaday anagu xataa ma ogolaan karno mana diidi karno meel kama soo galno waxa kale oo jira dad iyaguna la yidhaahdo birma fashio oo macnaha markay xuduudda wadankeena soo galaan toos lagu aqoonsanayo qaxoonto iyaga aan itaxaan la marinaynin taasina waxay ku soo baxdayna wareegta madaxweyne waana dadka yamanta ah waxa kamid ah yamanta waxa kamid ah suuriyaanka waxa kamid ah ciraaqiinta waxa kamid ah afgaanistaaniinta waa dadka wadamadooda dagaalada ku socdaan kuwana iyaga xadkeena markay soo gaaraan adeeq qaxootinimadu inay toos loo siinayo iyaga